عليكم ورحمة الله وبركاته. بن دبكة يتعرض لإصابة مع الفتح السعودي في انتظار تحديد مدة غيابه. أتمنى من أخواني أخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة، وهيا بنا نسمع ما هذا الخبر. تعرض الدولي الجزائري سفيان بن دبكة إلى إصابة جعلته يغيب عن ناديه الفتح السعودي، حيث يخضع اللاعب لفحوصات الأشعة المغناطيسية لتحديد نوعية إصابته ومدة غيابه، حيث جاءت إصابة اللاعب في آخر دقائق مواجهة ناديه الفتح لنادي أبها، ما جعلته يعجز عن إكمال المواجهة بعدما عانى من ألم شديدة.